طبعا الصمود هو كان ولا يزال صمود أسطوري، يعني مثل ما شاهدنا وشفنا من سنوات حصار، من سنوات ضيق، من اقتحامات متتالية للنظام بشكل عشوائي وبشكل عنيف وقصف همجي. مع هالشيء الحمد لله الشباب المجاهدين صامدين، ويعني رغم البرد رغم كل شيء عم يعمروا منه، ولكن خلص عندهم قوة إيمانية وعندهم عقيدة راسخة أنه هالنظام نظام فاسد، يعني يجب اقتلاعه من شرشه. والحمد لله صفات المجاهدين صفات قوية وعزيمة قوية، والهمة دائما دائما الحمد لله قوية. طيب ماذا يعني لكم هذا الصمود أنتم كأهالي الغوطة؟ طبعا هذا شيء امر عظيم جدا، يعني انت بس تشوف مجاهد صامد هالصمود وكذا، مستحيل انت تقول انه والله شيء ثوره فاضيه او كذا، لا بالعكس هذا امر كثير عظيم صمود الشباب. المجاهد اللي عندنا هون بالغوطه، هي كلمه مجاهد يمكن نزلت حفر تنزيل عليه لكلمه مجاهد اللي عندنا، لان المجاهد اللي عندنا صبر، المجاهد اللي عندنا قلب صخر ما بيعرف شيء اسمه تراجع، ما بيعرف شيء اسمه استسلام. صمود اسطوري صمودنا عنا بالغوطه، صمود اسطوري، يعني ما في بلد دوم حصرا او الغوطه حصرا رح يترخ صمودها، لانه اقتحامات يوميه، كل اللي بيعرف اقتحامات يوميه من جميع المحاور على الغوطه. من فضل الله في مجاهدين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. المجاهد اللي على الجبهات نحن بنكل له كل احترام وتقدير، ونعتبره هو المثل الأعلى لأهل الغوطة، لأنه لولا الله ثم هو المجاهد اللي هني كان النظام الفاجر لوصل وهجرنا من بيوتنا هون نحن المناطق اللي باقية. والمجاهدين اللي على الثغور يعني مجاهدين صادقين، أما نحن لا، ما كل المجاهدين سواء بالصدق، يعني في أخطاء كتير. نحن نتأمل من جميع القادة توحد الكلمة، توحد الصف لمقاومة هذا النظام الفاجر. يعني النظام مثل ما عم تشوفوا أنه عم يحرق المنطقة حرق ليأخذها، يعني ما عم يهمه لا بشر ولا حجر ولا أي شيء، عم يحرق المنطقة بس كرمال أنه يتقدم بالغوطة. الله يحميهم أول شيء، والحمد لله يعني أمورنا بخير، وإحنا جاهزين لأي اقتحام للنظام، وبإذن الله راح نقدم شهداء بالنسبة للنظام، وما احنا سائلين عنه رغم البرد والثلج والأمور المأساوية اللي اعتجي علينا. الحمد لله الأمور بخير للمجاهدين، وإحنا نأيد المجاهدين ونساندهم على الجبهات، وإحنا الحاضنة المدنية للمجاهدين، وأمورنا بخير الحمد لله. غوطة الشرقية وضعها يختلف عن باقي المناطق اللي تهجرت، سبب أول أمر المجاهدين اللي على الجبهات بيختلفوا عن سائر الجبهات اللي كانت مهادنة. هون ما صار في هدنة أبدا، ولا حتى لغاية اليوم موضوع طرح الهدنة اللي على الجبهات ما بيعنيون هذا الأمر نهائيا. لغاية اليوم رابطين، والنظام اللي احنا شايفينه عم يضل يتقدم من أكثر من محور، وثبات بفضل من الله عز وجل قارع الجبال، يعني الحمد لله رب العالمين. هذا أمر. ثاني أمر، نظرتهم للأمر هي الثورة، لا ما ينحازوا عن الثورة نهائيا. هذا موضوع كمان مهم، ونظرتهم ما في حتى هلا اللي احنا عندنا هون مقوم داعش بفضل من الله عز وجل ما موجود عندنا، حتى يكون في طعن من خلف المجاهدين والتآمر مع النظام. هذا أمر كمان يعني الحمد لله رب العالمين، هي من كرامات الغوطة. يعني نحن رسالتنا من المدنية للثوار اللي على الجبهات اللي على خط الجبهة، قلبنا معكم، روحنا لكم، بتعتازوا دمنا لكم، شو ما بتعتازوا نحن معكم، مالنا روحنا بيوتنا كل شيء لكم، انتوا عم تقدموا روحكم لنا ونحن رح نقدم روحنا لكم. نحن نتمنى انه يدافع عن ارضه باخلاص، وانه بيطلع في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن دينه وعرضه وماله واهله، ونتمنى لهم من الله ان يحميهم وان يثبت اقدامهم وان ينصرهم على النظام الفاجر باذن الله. الغوطه صامده، والغوطه هي رمز الثوره،
الموجودة بسوريا، ونوجه كلام للسوريين بالداخل والخارج أنه إحنا جاهزين للقتال حتى الموت. في تكتل وحدة بين القائد والمجاهد على الجبهات، هذا بيعطي دفعة معنوية للمجاهد أكثر من أنه يكون هو المجاهد بعيد عن القائد وبعيد عن الأمير، فهذا بيعطي دفعة معنوية للمجاهد اللي قاعد على الجبهات، بحس حاله أنه هو والقائد واحد بخندق واحد.